يسعد اوقاتكم ومساء الخير. اليوم رح نحكي نحن بموضوع البحث العلمي. البحث العلمي والنشر الاكاديمي شو هو وكيف رح بيكون؟ ورشتنا حتكون على مدة 6 أسابيع. 6 أسابيع رح نتناقش كل يوم بموضوع مختلف مشان نجمع نحن المواضيع كلياتها اللي متعلقة بالبحث العلمي واللي متعلقة بالنشر العلمي. هلأ الشخص يلي بده يدخل معنا شو المخرجات تبعه، لوين نحن رح نوصل؟ أي حدا في عنده نتائج بحثية، هلأ نحن نحكي شو معناتها نتائج بحثية، بيقدر يحولها لمقالة علمية وينشرها. شو هي المقالة العلمية؟ رح نحكي فيها بالتفصيل ورح نقرأ عنها أكثر. ضمن هذا المشروع حيكون في عنا وظائف. هي الوظائف أو المشاريع اللي رح نعملها سوا حتساعدكم لتحويل بحثكم لنشر علمي. ممكن تبتدئوا من بحث عاملينه سابقا في عنكم نتائجه، أو ممكن تكملوا معنا بالبحث اللي رح تشتغلوا. يعني ممكن انتو تولدوا نتائج جديدة وتنشروا ريفيو بيبر اللي رح نحكي عليها لقدام شو هي الريفيو بيبر. هلأ بداية الهدف من هي الدورة هو زكاة العلم نشره. الانسان دائما بيحب مو بس يتعلم وياخد، بيحب يعطي. فحبيت اعمل انا هذا البرنامج مشان انشر العلم تبعي، مشان انتو هلأ صار دوركم، اي حدا عم يحضر معنا صار واجب عليه انه هلأ ينشر هذا العلم اللي هلأ رح ياخده، ومشان العلم يضل ينتشر بيناتنا. بالبداية خلينا نحكي عن شو هي الرحلة تبعنا، كيف رح تكون رحلتنا. رحلتنا رح تبتدي اول شيء رح نحكي عن شو هو البحث العلمي. رح ناخذ مقدمة، شو هو البحث العلمي، شو هو العلم، العلم عند البشر بشكل عام وكيف ممكن يكون. بعد منا رح نفوت على موضوع النشر العلمي، شو هو النشر العلمي وشو هو مبادئه، شو هي الأوراق البحثية، كيف تنتشر وين بتنتشر إلى آخره. بعد هي المرحلة رح ننتقل لنقطة اللي بعدها اللي هي شو هي أنواع المنشورات اللي رح نحكي عليها، مثل الأوراق البحثية، سواء كانت أوراق بحثية أو review papers أو dataset papers أو أي أن يكون. حنشوف بعدها عن أمور تانية إلها علاقة كيف نحن نقرأ مقالة بحثية. المقالة البحثية حتشوفوا هي عبارة عن عدة فقرات وراء بعضها. نحن من وين بدنا نبلش؟ منبلش من البداية للنهاية، ولا من النهاية للبداية، ولا من النص، ولا كيف؟ في عنا تكنيكات بتوفر علينا كتير وقت أثناء قراءة الورقة البحثية. هذا حيكون محتوانا لليوم الأول. هذا رح نحكي اليوم. رح ننتقل بكرة، مو يعني السبت القادم، ونحكي نحن وين ممكن ننشر. رح ناخذ شوية مصطلحات بتساعدنا انه نفهم المجلات. رح ناخذ شو هي عملية النشر، نشر الورقة البحثية، وكيف بتصير عملية النشر، وشو بصير بعد ما ننشر البيبر. بعد ما ننشر البيبر في عنا كمان أمور تانية لازم ندير بالنا عليها وناخدها بعين الاعتبار. رح نشوف تفاصيلها. نجي على اليوم الثالث. اليوم الثالث رح نحكي كيف نحن بدنا نكتب ورقة بحثية، وهي الورقة البحثية شو حتكون محتواها، كيف بنكتب كل فقرة من فقراتها. رح ناخد كمثال الأوريجينال ريسيرش، كيف بنكتب نحن أوريجينال ريسيرش بيبر. طبعا هذا القسم رح يكون في معنا ضيف من كندا، الدكتور بلال الشلبي، رح يساعدنا ويقولنا كيف ممكن نحكي عن هذا الموضوع أكثر. اليوم اللي بعده اللي هو اليوم الرابع رح نحكي عن الريفيو بيبرز، كيف ممكن نكتبها، ورح نحكي كمان عن الديتا بيبر. بعد منا رح نحكي عن أدوات بتساعدنا بالريسيرش، أدوات بتساعدنا بالكتابة، ومقدمة للإحصاء. رح ناخد شوية معلومات إحصائية
وآخر يوم رح نحكي عن الكونفرنسز والمؤتمرات وكيف نحضرها. هاي هي الرحلة تبعنا يلي رح نمرق فيها. أي شيء إضافي بتحبوا أنه نضيفه أو بتحبوا نحكي عليه كمان فيكن تقترحوا هدول الاقتراحات وفينا نضيفهم، نشوف وين ممكن نضيفهم، كيف ممكن نحكي عليهم، أي معلومات إضافية حابين تستفيدوا منها. هناخد بداية، شو هو البحث العلمي؟ البحث العلمي ببلش من معرفة، اللي هي المعرفة المتولدة عند الإنسان، اللي هي أي شيء نحن بنعرفه بهي الحياة. تجي بعد منه نظرية. فيكم تاخدوا أوضح مثال اللي هو المثال تبع لما اكتشف نيوتن التفاحة. هو عنده مجموعة من المعارف، لما وقعت التفاحة على رأسه حط نظرية يلي هي نظرية الجاذبية. هاي نظرية هو مو متأكد من صحتها ولا خطأها، فبلش يعمل تجارب. هاي التجارب يلي عملها وصلته لعمل تنفيذ لهي التجارب، فهو صمم التجارب اللي بده يعملها وبعدين نفذ التجربة اللي بده يعملها. شو الفرق بين المصطلحين؟ تصميم التجربة هو أنه أنا متوقع شو بده يصير. مثلا حجيب مجموعة تفاح، 10 تفاحات، وبدي زدتهم وقيس اتجاههم، قيس سرعتهم، قيس شوية بارامترات. أنا صممت التجربة نظريا، تنفيذ التجربة أني طبق هذا الحكي اللي عملته وسجل النتائج. هاي النتائج اللي سجلتها بدي أعمل لها تحليل حتى أفهم هاي النتائج شو محتواها ولوين ممكن توصلنا هاي النتائج. هاي النتائج رح ناخدها نحن ونحطها بريبورت. هذا الريبورت هو البابليكيشن، هو المقالة البحثية اللي عملناها. هاي هي ولدت لنا معرفة جديدة، معرفة جديدة يبنى عليها نظريات، يبنى عليها تجارب، يبنى عليها ديتا جديدة وتحليلات، يبنى عليها أوراق بحثية جديدة وبتدور الدائرة. هاي الدائرة هدفها هي أنه تتوسع بالمعرفة، تزيد المعرفة. هدول الأوراق البحثية اللي نحن حننشرهم مين ممكن يستفيد منهم؟ ممكن نستفيد منهم بمجال الاندستري، وممكن نستفيد منهم بمجال الأكاديميك. فبهدول المجالين نحن ممكن نستفيد منهم. طيب خلينا نفترض هي الدائرة اللي عنا ياها هي عبارة عن كل المعارف البشرية، كل شيء بيعرفه البشر من علوم. تخيل حالك انت هلأ ولدت، انت عبارة عن هي الاكس الصغيرة اللي بالنص. فهون انت ما بتعرف اي شيء من علوم البشر. كل اتجاه منا، كل زاوية منا بتمثل لنا مجال معرفي مختلف. يعني المجال بهذا الاتجاه هو مجال الهندسات، مجال بهذا المجال هو المجال الطبي، بهذا المجال المجال الزراعي إلى آخره. لما نحن ندخل بالمدرسة الابتدائية فنحن رح نتعلم شيء عن كل شيء، رح تزيد المهارات تبعاتنا بالتساوي بكل المجالات لأنه بناخذ مواد بمختلف الأمور. لما ندخل بالمدرسة الثانوية هون رح نلاقي بلش في اتجاه علمي، في اتجاه أدبي، في كذا، ببلش يصير في اتجاه بسيط بالمعلومات اللي عنا ياها. بس فتنا بمرحلة الماجستير فهون نحن وصلنا لحد المعرفة البشرية، وصلنا إلى أقصى ما يعرفه البشر ضمن هذا المجال. بس لاحظوا كيف المجال كل ما له عم بيصير أضيق، كل ما له عم بيصير أقل. فهو صار بيعرف كتير عن مجال محدد كتير، more specific more in depth. بعد منا بيجي مرحلة الريسيرش، هي مرحلة الدكتوراه، ما بعد الدكتوراه مرحلة عملية الأبحاث الفعلية. فهي المرحلة هي فعليا عم بتزيد الهيومن نوليدج يلي هي حكينا عليها بالسلايد اللي قبله، يلي هي البابليكيشن اللي عم نعملها. البابليكيشن اللي عم نعملها هي عبارة عن هي الإضافة الصغيرة يلي شفناها عنا، هي عبارة عن هي الإضافة ضمن المنطقة هون. هي هي البابليكيشن يلي رح نعملها.
بعد منا أنا بعمل بحث، غيري بيعمل بحث، غيري بيعمل بحث، بصير عنا بحوث مختلفة بمجالات مختلفة. هاي البحوث مع بعضها هي بتتكتل مع بعضها وبتزيد الهيومن نوليدج بشكل عام. الهيومن نوليدج مثل ما حنشوف صارت أكبر هاي الدائرة. مع تتالي الأبحاث بهذا المجالات رح منشوف دائرة العلم البشري حتكون كل ما لا عم تكبر أكثر. هلأ هذا الشيء شو حيسبب لنا؟ حيسبب لنا أنه نحن حتى ننطلق من المركز لمحيط هاي الدائرة، هاي العملية عم بتصير أصعب، الطريق عم بتصير أطول، وبالتالي لحتى نقدر نوصل لازم يكون المجال تبعنا أضيق. لهيك منشوف في عنا تخصصات كتير. فمنشوف نحن ضمن الأبحاث السابقة منلاقي ناس كتبوا بالطب وكتبوا بالفلسفة وكتبوا بالرياضيات وبالتشريح، لأنه كانت بهداك الزمان الهيومن نوليدج الدائرة تبعيتهم أصغر، فكان من السهل الوصول للحدود تبعها مقارنة بالمجال اللي هلأ نحن وصلنا له. فيلي بدنا نفكر فيه أنه نحن حيكون تركيزنا عبارة عن هي النقطة هون، كيف نحن حنزيد الهيومن نوليدج تبعنا. نحن هلأ ما حنركز على الطريق اللي رح ناخده من المركز لهون، هي معلومات بتخص كل مجال لحاله، كل اختصاص باختصاصه، هدول المفروض انتو الخبراء فيها اكتر مني. كل حدا هو خبير باختصاصه، خبير بالزاوية تبعيته، هذا خبير بالصيدلة، هذا خبير بالسايبر سيكوريتي، هذا خبير بالفاينانس، كل واحد خبير بالتجارة. هلا رح ننتقل من هذا الشيء لمعلومات تانية. نحن بس نشرنا الورقة البحثية تبعنا، أي الصورة تبع الآيسبرغ تبع جبل الثلج كلنا بنعرفها. شو بتمثل لنا هون؟ رح نلاقي إنه الريسيرش وورك هو الشيء اللي موجود بالقاع اللي مو ظاهر، هو عبارة عن كتير تجارب فاشلة، عبارة عن نتائج غير مرضية، عبارة عن أمور كتير بنعملها بس ما بتودي لنتيجة أو بتودي لنتائج غلط. أفضل هي النتائج، النتائج المعبرة فعليا هي البيبر اللي رح ننشرها، هي الشيء اللي رح يوصلوا للعالم ويقروا الناس التانيين عنها، هي المعرفة اللي نشرناها. فخلاصة البيبر حتكون هي عبارة عن ورقة حتشوفوها قصيرة كتير مقارنة بكل الشغل اللي عملناه. مثلاً إذا عم بشتغل أنا بمجال الذكاء الصناعي، فأنا رح طور مثلاً 50 نموذج أو 100 نموذج من نماذج تدريب الذكاء الصناعي، بس بالأخير بالنتائج تبعي ما رح أذكر غير 4 أو 5 اللي هن بيحصلوا ضمنهم أكتر معلومات ممكن أنه نستفيد منه. مشان هيك مو كل شيء بنشتغله بالريسيرش بنحط بالبيبر، البيبر هي بس قمة الجبل الجليدي اللي نحن نروح فيه. متى ما أخذنا هاي النتائج نحن بدنا نوصل لهي القمة، بدنا المقالة تبعيتنا تنقبل. فهذا هو الطريق اللي نحن نمشي فيه، مثل ما شايفين طريق ما له سهل بنوب، طريق مليان بالصعوبات. هذا الشخص حاليا في معه النتائج تبعه وبده يوصل إنه المقالة تبعه تنقبل. نحن هذا الطريق اللي نحن نمشي فيه ضمن البرنامج تبعنا، يعني المفترض انه انتو عندكم النتائج تبعيتكم، نتائج البحثية، ورح نمشي بهذا الطريق. شو هي العقبات اللي حتواجهنا فيه؟ هلأ بالإضافة لهذا الشيء رح ناخد معلومات تانية بتساعدنا كيف نحن نعمل البحث تبعنا، كيف نحن نعمل البحث عبارة عن ملاحظات رح تمرق معنا، ما حتكون عبارة عن فقرات كبيرة. أول شيء خلينا نبلش، شو هي الورقة البحثية؟ هلأ المقالة البحثية هدفها هي نقل معرفة، مثل ما شفنا بالسلايدات اللي قبل، هدفنا أنه ننقل معرفة اللي هي نحن أوجدناها من خلال تجاربنا ننقلها للباحثين القادمين، للباحثين اللي عم يعملوا أبحاث جديدة بهذا المجال. وبالتالي المقالة تبعيتنا المفروض تكون قادرة على نقل البحث، بمعنى في عنا ميزة كتير مهمة اللي هي قابلية إعادة التنفيذ. يعني المفروض المقالة لما أنا أقرأ مقالة المعلومات اللي موجودة فيها تكون كافية بالنسبة إلي
لحتى أرجع عيد نفس التجارب وأحصل على نفس النتائج. هي نقطة كتير كتير مهمة، لازم أحرص على هي النقطة، أنه اللي بيقرأ مقالتي يقدر يعيد نفس التجارب بنفس البارامترات بنفس الشروط ويقدر يحصل على نفس النتائج. ليش هذا الحكي مفيد؟ هذا الحكي مفيد مشان عملية تطور العلم التراكمي، مثل ما حكينا نحن هدفنا هو زيادة العلم، وبالتالي لما الشخص يقدر يعيد التجربة تبعي نفسها، بالتالي هو صار بيقدر يضيف عليها، يجرب خيارات أنا ما ضفتها. لذلك من الأفضل اللي بيشتغل مثلا ورقة بحثية برمجية يشارك الكود تبعها، يرفعه على منصة برمجية على جيت هاب مثلا، بيحط الرابط تبعها ضمن البيبر تبعه. يلي بيشتغل دارة إلكترونية أو أي شيء يخلي المخططات تبعيته مفتوحة، طبعا إلا في بعض المراكز اللي هي في عندها بتحافظ على نوع من السرية لبعض المعلومات إلا حين الطلب، فهذا موضوع مختلف. على سبيل المثال كنت عم بشتغل ببحث له علاقة ببصمات العين وبصمات الإصبع والبيومتريكس، فهي عبارة عن ديتا حساسة ما ممكن أنه تتشارك مع أي حدا، فحتى أحصل على هي الديتا كان لازم أنه وقع وراء من المشرف تبعي ومن مشرف القسم أنه نحن حنستخدم هدول الديتا ضمن بحث ضمن هي الجامعة، شوية معلومات عن البحث لحتى رضوا يشاركوا معنا المقالة تبعيتهم. ففي بعض الأمور اللي لها علاقة بطبيعة البحث نفسه. فمثل ما قلنا أهم شيء أنه تكون هي البيبر تنقل للشخص الثاني نحن شو عملنا وشو النتائج اللي وصلناها، وتكون قابلة لإعادة التنفيذ. هلأ هاي هي البنية العامة للمقالة، هي بيسموها الأور جلاس أو الساعة الرملية، يلي هي بتبلش من العام للخاص وبترجع للعام. قبل ما أفوت بتفاصيل كل واحدة من هدول، خلينا نناقش المبدأ العام. هذا هو شو هو؟ هو ببلش لنا بالإنترودكشن بمشكلة كبيرة. هي المشكلة الكبيرة شو هي مثلا؟ يعني هي مثلا في عنا نحن خوارزميات معينة مفيدة بمجال الفاينانس بمجال الاقتصاد، بعدين نبلش نضيق. هي الخوارزميات عم بتعاني من بعض المشاكل يلي إلها علاقة بسرعة التنفيذ وبدقة التنفيذ. نرجع بقى منخصص أكثر. هي المشاكل يلي إلها علاقة بسرعة التنفيذ سببها، ونبلش نعدد أسباب تقنية كتير. بلشنا من شيء عام انتهينا بشيء تقني صرنا. لذلك حتى نحل هي المشكلة لح ننتقل أنه نحن شو لح نعمل. عملنا 1 2 3، شو لقينا؟ لقينا 1 2 3. بعدين لشو وصلنا؟ وصلنا انه طريقتنا مقارنة بطريقة غيرنا زادت سرعة التنفيذ، وبالتالي تحسن النظام اكتر، وبالتالي تحسنت الخوارزمية اكتر. رجعنا انتقلنا للشكل اعم من اللي بلشنا فيه. فهي هذا هو المبدأ الاساسي اللي بتقوم عليه اي original research paper. بتبلش من مشكلة عامة وبتضيقة لحتى نصل لمشكلة خاصة، نطرح الحل تبعنا، نتائج اللي لقيناها، وهي النتائج نحن كيف ممكن نعممها. طبعا يستثنى من هذا الحكي بعض الحالات الخاصة من المنشورات اللي حنمرق عليها، مثل بالمجال الطبي يمرق حالات نادرة، فبيكون في عندهم مثل كيس ريبورت انه هذا تقرير لحالة معينة. هو وقتها ما بيكون في عندنا قابلية على التعميم، هو بس نحن عم نوصف حالة بس. عموما هذا هو البنية العامة تبعنا. تجو ناخد مثال على هذا الموضوع ونقرأ مقالة بحثية. رح ناخد هي المقالة كمثال للشيء اللي حكيناه. هي المقالة هي بتحكي، اخترت هي المقالة لأنه من المقالات اللي سهل أنه نفهم محتواها، ومحتواها عام إلى حد ما. هي المقالة عملها الدكتور بيان السيد اللي هو دكتور بالمجال الطبي بجامعة دمشق.
هي المقالة عبارة عنوانها عن Student Memorization of Anatomy Influence of Drawing. فهو المشكلة اللي عم يطرحها هي أنه قدرة الطلاب على تذكر المعلومات وكيف بيأثر الرسم على هذا الموضوع. فهي هي المقالة، إذا حدا مو مارق عليه هذا المنظر من قبل فهي هي المقالة البحثية. مثل ما شايفين هي اسمها بيبر، بس هي أكثر من بيبر واحدة، هي عبارة عن 6 صفحات بهي الحالة. بلشت بالأبستراكت. الأبستراكت شو هو؟ الأبستراكت هو طرح الموضوع كله بشكل عام. بلش يقلنا أول شيء شو هو المشكلة العامة اللي طرحها. Anatomy is a constraint of medical education. هلا التشريح هي عبارة عن شيء أساسي ضمن تعليم الطب، بس الطرق التدريس المختلفة اللي ممكن أنه تدرج عنا شو ممكن تأثر على هذا الشيء. الهدف من هي المقالة هي أنه نشوف تأثير الرسم على قدرة الطلاب على تذكر المناطق التشريحية. فلاحظوا كيف بلش من أهمية التشريح ضمن المجال الطبي وانتقل منه لأهمية الرسم بمجال التذكر. بلش من فكرة عامة وانتقل لفكرة خاصة، مثل ما شفنا هون بالمثال كيف انتقلنا من عام لخاص. هلأ الميثود شو عمل؟ هو جاب 416 طالب من طلاب السنة الثانية يلي هن من هاي الدفعة، وقسمهم لمجموعتين، لثلاث مجموعات، وبلش يعطيهم تجارب مختلفة بتعليمهم. كل مجموعة بلش يعلمها بطريقة مختلفة، وبعدين عمل لهم اختبارين، واحد بعد ما علمهم والثاني بعد 7 أسابيع من ما علمهم، وبده يشوف قديش الفرق بين التعليم بكل طريقة من الطرق اللي طرحها. وبعدين قارن النتائج بين المجموعات عن طريق اختبار إحصائي اسمه تي تيست. هذا رح نحكي عليه بالقسم الإحصائي، واللي هو بيكون مثل ما أنا شايفينه لنوجد شو الفرق بين مجموعتين من الديتا. هل هدول المجموعتين بيختلفوا على بعض ولا ما بيختلفوا عن بعض؟ يعني هل تغيير طريقة التعليم عملت لنا تغيير فعلي بالنتائج ولا لا؟ في هي البيبر هنشوف أنه هو بلش حكى عن الانترودكشن، حكى عن المقدمة، بلش يحكي عن anatomy is considered إلى آخره، بلش يحكي عن المبادئ، بعدين حكى عن الطرق المختلفة، وبعدين بلش يحكي عن مشاكل مخصصة بطرق الرسم، وآخر شيء حدد شو هي المشكلة اللي هو عم يمرق فيها اللي هي هون حددها. فهول منشوف كيف انتقل من العام إلى الخاص. طبعا مثل ما شايفين انه ضمن هاي الفقرة تم استخدام 18 مرجع مشان يحكي ويثبت انه هو اخذ من المراجع السابقة، ارى معلومات سابقة عن هذا الموضوع. بعدين حكى التجارب تبعه، كيف قسم المجموعات وكيف درس الطلاب الى اخره وكيف اخذ المعلومات. بعدين بقسم الريزولتس حط النتائج اللي اخذها، انه متوسط علامات الطلاب هي 68 70 68 للمجموعات الثلاثة، وشو عمل تجارب احصائية، شو قيمة البي فاليو اللي لقاها. هي البي فاليو رح ناخذ معناها بقسم الاحصاء، هي كتير مهمة، هي بتدل على هل يوجد فروقات حقيقية ولا لا يوجد فروقات حقيقية بين الداتا المختلفة. بعدين حط discussion. شو معناتها فقرة الديسكشن؟ الديسكشن هو هي الأرقام كلها اللي طلعت معي، شو معناتها؟ كيف ممكن عممها؟ مثل ما شايفين هون رجعت توسعت عنا قاعدة الـ Hourglass. فالديسكشن هي من أهم الفقرات بالمقالة، هي بتحط شو أهمية النتائج اللي نحن وصلنا له. مثلا أي طريقة أحسن؟ أحسن أنه طريقة أنه
نرسم قدامهم ولا طريقة إنه نعطيهم رسومات جاهزة ولا شو نحن لازم نعمل بأسلوبنا. فبيعمل discussion وبيصل لـ conclusion اللي هي عبارة عن ملخص بيحكي عن أهمية البحث كله بشكل عام وشو هي القيمة المضافة. يعني مثل ما شايفين يمكن أخذ معهم تصميم هاي البيبر إجراء التجارب وتصميمه ما يقارب الشهرين أو أكثر. الخلاصة تبعيتهم هي عبارة عن هذا الكلام بس، عبارة عن 7 أسطر. بالإضافة آخر شيء حط شو هي المصادر اللي اعتمد عليها. هلأ الفقرات الأساسية هي الأبستراكت مثل ما شفنا، الإنترودكشن، ميثودولوجي، ريزولت، ديسكشن أند كونكلوجن. هلأ هون حنشوف في عنا فقرات تانية، هدول فقرات بيكونوا فقرات اختيارية. مثلا acknowledgement إذا الواحد بده يحكي أي إضافة، مثلا بده يشكر حدا أو يذكر مساهمة حدا أو يقول أنه تمويل هذا المشروع تم عن طريق المنظمة الفلانية إلى آخره. هون إذا في عنا أي مشكلة تضارب مصالح أو أي شيء، فبعض المقالات بتطلب أن تكون هي الجملة موجودة. ممكن بعض المقالات كمان تطرح فكرة future research، أنه هذا البحث كيف ممكن يتطور لقدام، شو هي الشغلات اللي ما ناقشوها. هي كلها طبعا نقاط اختيارية تعتبروا معنا. هاي هي research paper. هلا شفنا نحنا research paper بسيطة وقريناها، رح ابعت لكم اياها. لغتها مالها كتير صعبة، ما فيها كتير مصطلحات طبية، اي حدا بيقدر يقراها ويفهم كيف ترتيبها مقارنة بهذا الشكل. هلا بعد ما شفنا نحن اقسام البيبر، عملنا نحن البحث. ليش نحن نعمل البحث تبعنا؟ مثل ما قلنا انه نحن بدنا ننشر نتائج البحث تبعنا ومشان نحسن الساينس ونحسن العلم اللي موجود عنا ضمن البشرية. بس بالحقيقة مو هذا السبب يلي بيخلي كل الناس انه تنشر، في اسباب تانية بتخلينا انه نحنا ننشر الابحاث تبعنا. في اسباب تانية رح نطرح سؤال، معناتها نحنا ليش بننشر؟ في اسباب تانية غير نشر المعرفة هي بتخلينا انه نحنا ننشر الاوراق البحثية، ننشر العلم تبعنا. هاي الأسباب غالبا بتكون أسباب إدارية نوعا ما. هاي الأسباب ممكن تكون لها علاقة بالفاندينج، بتأمين التمويل. بعض المراكز الجامعية أو أكتريتها والمراكز البحثية هن بيكونوا بياخدوا التمويل تبعهم من مصدر تاني، من جهة ممولة بحثية أو من جهة حكومية. فعلى أي أساس هي الجهة بدها تعطيهم هذا التمويل حتى يقوموا بأبحاث؟ على أساس أبحاثهم السابقة وقديش عم ينشروا وقديش فعالية الأوراق البحثية اللي عم ينشروها. في أسباب تانية اللي هي الحصول على ترقيات، الحصول على ترقيات ليترقى من منصب مدرس لأستاذ مساعد أسوشيت بروفيسور لمنصب فول بروفيسور إلى آخره. بيكون في نظام نقاط، كل ورقة بحثية حسب نوعها وحسب قوتها تأخذ مجموعة من النقاط، فبدأ يجمع الشخص نقاط حتى يقدر يترقى بوظيفته. هذا الشيء بيتبع لقوانين المركز تبعه. إذا ممكن بده يحصل على وظيفة جديدة، مثلا بده يدخل بالدكتوراه أو يدخل بالماستر أو بده يدخل كمدرس مساعد أو يغير اختصاصه، فأحد أهم العوامل بالمجال الأكاديمي اللي بيقرره الشخص قديش هو كفؤ أو مو كفؤ، قديش قدراته البحثية، هي موضوع قديش هو ناشر. فبيهمه يحتفظ بسجل بكل الأوراق البحثية اللي ناشرها من قبل، أو ممكن ببساطة حتى يحتفظ بعمله، لأنه في بعض المراكز بتقول أنه أنت لازم شرط ضمن العقد تبعك أنك أنت تنشر مقالتين بحثيتين أو 4 مقالات بالسنة حتى تقدر تحافظ على منصبك. فبيضل في حاجة ملحة للنشر. هذا الشيء فيه له تأثيرات سلبية، أنه بيضعف موضوع to make the world a better place، بيصير أنه just to keep publishing، بغض النظر عن أهمية الورقة البحثية، عن الإمباكت اللي عم تعمله، قديش هي عم بتضيف علم جديد.
مشان هذا الشيء خلى في عنا أوراق بحثية قليلة الفائدة أو فائدتها محدودة إلى حد ما. بنقرأ ورقة بحثية، طب إيه شو الجديد، شو عملتو، أو ورقة بحثية فيها أخطاء كتير، أو صار في عنا شيء اسمه البريديتوري جورنالز اللي هن عبارة عن مجلات ما لها كتير محكمة بس هدفها أنه تنشر أوراق بحثية وتأخذ مصاري. في عنا كتير تفاصيل بدون هذا المجال لح يمرقوا معنا. خلينا نشوف شو أنواع الأوراق البحثية. لأنواع المنشورات في عنا كتير أنواع من المنشورات اللي ممكن ننشره. في عنا هذا الجدول هو بيلخص لنا نوعا ما أهم أنواع المنشورات. في عنا كتير أنواع كبيرة طبعا ما حنقدر نحنا نلخصهم كلياتهم أو نحكي عليهم كلياتهم. في منشورات العلاقة بمجالات معينة، في مثلا حنشوف مثلا مثل الكلينيكال ترايل أو كلينيكال ستادي، هدول الكيس ريبورتس للمجال بالأمور اللي لها علاقة بالمجال الطبي. الداتا سيت لها كتير مجالات للمقال، كتير مجالات مختلفة خصوصي مجال الهندسة الطبية كتير بيشتغل مجال الداتا سيت بيبرز. عندنا موضوع الأوريجينال بيبر طبعا كل بيشتغل فيه اللي هو الجورنال أرتيكل من أهم المقالات. الميتا أناليسيز مثل اللي حكينا عليها بتحليل البيانات وأخذها ومناقشتها. عندنا الريفيو بيبرز اللي حنحكي عليهم. في عنا كتير أنواع من المنشورات المختلفة اللي نحنا ممكن ننشره مثل الكونغريسز كمان اللي هي العلاقة بالكونفرنسز والمؤتمرات والقصص. طبعا ما حنقدر نغطي كل هاي المجالات لأنه هي ما بتهم الكل وكتير عامة، فنحنا رح نحكي على أهم مجالات النشر. أهم مجالات النشر اللي رح نحكي عنها اللي هي الأوريجينال ريسيرش هي مثل هي المقالة يلي مرقت معنا من شوي. هي عبارة عن مقال أصيل، عبارة عن أنه قرينا شو اشتغلوا من قبل، حددنا شو نحنا بدنا نشتغل، شو بدنا نضيف، طلع معنا نتائج وقدرنا نعممها. هذا نموذج كتير بسيط للأوريجينال ريسيرش بيبر. طبعا ممكن تكون معقدة أكثر، يكون فيها كذا خط بحثي توصل لكذا نتيجة، بس هذا مثال بسيط وواضح. عندنا review paper. مثل شو review paper؟ review paper رح ناخذ على سبيل المثال هي المقالة. هي المقالة رح تحكي لنا عن الغبرة dust effect on flat surfaces. A review paper. طب شو هي review paper؟ هي ما لها بحث، ما اجى حدا وعمل بحث، هي عبارة عن تجميع للأبحاث. بيجوا الباحثين بيجيبوا مجموعة من الأبحاث المختلفة وبيقولوا فلان عمل هيك هيك هيك، فلان عمل هيك، فلان عمل هيك، فلان عمل هيك. بيحددوا شو هي المجالات اللي صارت ضمن الأبحاث المختلفة، وعلى أساسه بيحددوا بعض النتائج أنه لما قارن اللي اشتغلوا فلان وفلان 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 بيطلع معنا هي النتيجة الفلانية. هلا هدول الريفيو بيبرز وين بتجي أهميتهم؟ بتجي أهميتهم بكونهم بيحتووا على خلاصات الأبحاث السابقة. فعادة لما حدا بده يدخل بمجال جديد ويحدد شو هي الريسيرش جابس، وين أنا ممكن ضيف المساهمة تبعي، فالريفيو بيبرز هو مكان كتير مهم لحتى نحنا نبلش قرايه، لحتى نحنا نتعرف عن الموضوع. هدول الريفيو بيبرز ممكن أنهم ينجمعوا ببوك تشابتر بكتب بيسموها هاند بوك، يلي هي أهم الكتب ضمن المجال. كل كتاب يكون فيه له عدة هاند بوكس اللي هي ممكن أي شخص أنه يقدر يرجع له. رح ناخد جولة ضمن هاي المقالة. هنشوف بداية عم يحكوا هنن على مشكلة تجمع الغبار على ألواح الطاقة الشمسية. هون عم يدرسوا ما بعرف بالضبط، ماني خبير بالمجال،
بس كأنه عم يدرسوا تأثير الزاوية تبع هدول الألواح الشمسية كيف عم بتأثر على المخرجات تبعها يمكن أو قدرتها على تحويل الطاقة. بلشوا في عنا state of the art. state of the art هو عبارة عن مصطلح بيعني أنه أحدث ما توصل إليه العلم. فبلش يحكي عن هذا الموضوع. هنشوف في عنا عدد كبير من مراجع اللي حيستخدمه ولح يحكوا عن غيرنا شو اشتغل، هذا عمل هيك، هذا سوى هيك إلى آخره. حنلاحظ الفقرة كتير طويلة state of the art، عم يحكي عن معلومات كتير، حنلاقي فيها جداول، جداول مثل هدول. بلش يقول أنه ضمن هاي السنين هدول المراجع كلياتهم طلع معهم بهدول الخلاصات، فقراية هدول المعلومات أغنانا عن قراية هدول البيبرات كله، قراية هدول أغنتنا عن قراية هدول المعلومات كلياتهم والمقالات كلياتهم. مشان هيك الريفيو بيبرز تجي هون أهميتها. بلش يحكي لاحظين في عنا هون عناوين ما عادت العناوين اللي بنعرفها تبع أنه Introduction Methodology Result. بلش يحكي عن أمور تخصصية بالمجال، بلش يحكي عن طرق التنظيف، الطريقة الأولى، الثانية، الثالثة إلى آخره، مقارنات بيناتهم حسب البلدان وحسب السنين، خرائط عن الموضوع نفهم أنه هيك صار هيك صار إلى آخره، جداول، وآخر شيء بينهيها بconclusion أنه نحن بعد ما قرينا هدول المقالات كلياتهم شو النتيجة اللي وصلنا؟ final note أنه أكثر من 500 مقالة انتشرت عن هذا الموضوع، كلياتهم قالوا عن أهمية تنظيف الألواح الشمسية بشكل منتظم. وبلش يحكي بقى هون شو المخرجات اللي طلعت معهم بالتفصيل عن هذا البحث. حنشوف المراجع، عدد المراجع عادة بيكون كتير كبير. هون شايفين عنا تقريبا 92 مرجع مستخدمين ضمن البيبر تبعهم. عدد الصفحات هي 10 صفحات، فهي تعتبر هي ريفيو بيبر متوسطة الحجم. خلينا ناخذ بيبر تاني، ريفيو تاني. هي احد الريفيوهات اللي مشارك فيها انا مع مجموعه من الاشخاص. فهون نحن اشتغلنا على موضوع محدد اللي هو الهايبريد ديب ليرنينج بمجال البرين كمبيوتر انترفيس. بلشنا اول شيء بمقدمه عن هذا المجال وحكينا شو هي، كيف بتصير تحليل البيانات وكيف بتصير القصص. مثل ما شايفين مقدمه طويله بحدود الصفحتين، وفي عنا هذا التخصص بيحكي هذا الذكاء الصناعي، الماشين ليرنينج، الديب ليرنينج، الهايبريد ديب ليرنينج، تقاطع مجال البرين كمبيوتر انترفيس مع المجالات المختلفة. نحن هذا المجال بس اللي ناقشناه بالمقالة تبعنا، هذا هو الشيء الجديد اللي عم نقدمه. Materials and Methods، هون عم نحكي كيف نحن جمعنا المعلومات الأساسية. جمعناه هون عن طريق طريقة اسمها بريزما، بريزما أناليسيز، رح نحكي عليها بالقسم المخصص للريفيو بيبرز، اللي هو نحن كيف دورنا على المقالات وكيف جمعناهم كيف حللناهم. نبلش بقسم الريزولتس اللي هو بلشنا نحكي عن نقطة نقطة نناقشهم، كيف تم تحليل الداتا، كيف تم النورماليزيشن، شوية صور بتعمل مقارنات بين الحالات المختلفة مثل ما شايفين هون، مخططات كتير، جداول كتير اللي حيمرق معنا عن مختلف النقاط. طبعا عم نحكي عن كل مجال معين، وبعدين بدنا نشرح انه كل رسمة من هدول الرسمات شو المجال تبعها، شو انعكاسها، شو بتعني، شو نتيجتها. بلشنا بالدسكشن اللي هي رح نحكي خلاصة هي الديتا كلها اللي لقيناها من البيبرات السابقة وشو ممكن توصلنا لنتائج، مثلا عدد الطبقات شو بيأثر معنا، طريقة الاوبتمايزيشن، ونهيناها بconclusion. conclusion مثل ما شايفين هي خلاصة البحث اللي عملناه. طبعا هي المقالة عبارة عن 37 صفحة، بس مثل ما شايفين نحنا وصلنا للconclusion بالصفحة 17. طب لسه في 20 صفحة شو فيهم، هلا حنشوف. ضفنا فقرة اسمها open challenges اللي هي نحنا لقينا 6 مجالات لسه بيحتاجوا لمزيد من البحث عن هذا الموضوع. لسه في 6 مجالات بحاجة انه نبحث عنهم اكثر،
فهون احنا فتحنا المجال للباحثين الجداد اللي بدهم يفوتوا. المجال اللي نشرنا فيها طلبت انه نحن نحط الكونتريبيوشنز، كل حدا من الباحثين طبعا بيذكر بدايات الاحرف تبعه، كل حدا من الباحثين شو ساهم وشو اشتغل، منين نحن اخذنا التمويل تبعنا. اذا بدنا نحط اي اكنولجمنت نشكر اي حدا، والكونفليكت اوف انترست طبعا هدول فقرات يكونوا شارحين عليها بالاوثر جايدز، رح نمرق عليه نشوف شو هو الاوثر جايد. في جدول اللي هي الاختصارات اللي استعملناها، شو معناته كل اختصار عشان اللي عم يقرا البيبر يفهم شو عم يعني. الابندكس الثاني، الملحق الثاني، عباره عن جدول كبير يحتوي كل مقاله على اهم النقاط، استخلصنا منه اهم النقاط اللي لها علاقه بهي المقاله. طبعا جدول ممتد على عدد كبير من الصفحات. المرجع الثالث هو عباره عن معلومات رياضيه، عباره عن معادلات، ما حبينا نحطها ضمن محتوى البيبر نفسه مشان ما تكون معقده كثير، شرح لبعض النظريات لبعض الخوارزميات، فحطينا ضمن الملاحق تبعنا، ما حطينا ضمن البحث الاساسي. وبالاخير في عنا المراجع اللي اعتمدناهم، كل هدول المراجع طلعنا ب 96 مرجع. فهذا مثال عن الـ عن الريفيو بيبر. هلا بعد ما حكينا عن موضوع الريفيو بيبرز، ننتقل لنحكي عن نوع ثاني للبيبرز اللي راح نشتغل فيه، يلي هو الداتا سيت بيبر. الداتا سيت بيبر، شو هي الداتا سيت بيبر؟ خلينا نشوف مثال عن الداتا سيت بيبر كيف بتكون. هاي مثال عن احد الداتا سيت بيبرز، اسم الداتا سيت بيتس 2009. هاي الداتا سيت عم تحكي عن مجموعه صور لناس عم يمشوا ضمن المدينه. الهدف منها هو عباره عن الكمبيوتر فيجن، اللي هي تحدد مجموعات الناس اللي موجودين، هذا هو الهدف تبعه، او تعد الاشخاص. فهن بنوا هاي الداتا سيت، حددوا اول شيء كيف مقدمة وليش هاي الداتا سيت مهمة، شو حتفيد هاي الداتا سيت تبعنا، حكوا عن بنية هاي الداتا سيت، كيف البنية تبع الداتا سيت، شو التطبيقات اللي ممكن تصير، شو الأقسام تبع الداتا سيت، شوية جداول الصور من الداتا سيت، شوية معلومات، حنشوف بعدين جداول عم تحكي عن يعني مجموعة النقاط. فهني حاطين الداتا سيت انه هم استعملوا 8 كاميرات، فبيحطوا معلومات هاي الكاميرات اللي طقيت هاي المعلومات. الدسكشن حنشوف انه كتير الدسكشن تبعهم صغيرة ومختصرة، اللي هن عم يحكوا عن الداتا سيت اللي حطوهم، اكنولجمنت، معلومات إلها علاقة بالكوبي رايتس وحقوق الملكية وحقوق النشر، ومثل ما شايفين عنا عدد المنشورات أو عدد المراجع هو عدد كتير صغير من المنشورات. هلا إذا بدنا نشوف مستوى تاني أو نوع تاني من الداتا سيتس، فرح أفتح داتا سيت تانية. الداتا سيت ممكن تكون متوفرة أونلاين، منشورة أونلاين. خلينا نشوف هاي الداتا سيت، كمان هاي داتا سيت نشرتها مع مجموعة من الزملاء، عم نشتغل بمجال إشارات الدماغ. فهون ما نشرنا نحن البيبر، داتا سيت بيبر، إنما نشرنا الداتا سيت ذات نفسها. بلشت بأبستراكت، شو هي الداتا وليش هي الداتا مهمة، كيف نحن سجلناها وشو الأدوات اللي سجلناها ونحن وين سجلناها. كيف سجلنا هاي الداتا تبعيتنا، كيف حضرنا الأدوات، شو هي التجارب اللي عملناهن، عملنا 10 تجارب، شوية ملاحظات. هاي الداتا هي كيف موجودة، نحن كتبنا اسماء الملفات بهي الطريقة، شرح عنا كل ملف موجود بالداتا سيت،
كيف ممكن هاي الداتا تستخدم، وشوية ملاحظات تانية. طبعا conflict of interest كثير ناس بيطلبوها اللي هي تضارب المصالح، مثل ما شفنا عدد قليل من المراجع، وفي عنا الفايلز تقريبا بحدود 3 جيجا داتا سيت تبعنا، وهي هي الداتا سيت متاحة لأي حدا حابب انه ينزلها ويتعامل معها. بناء على هي نحن هلأ بنقدر ننشر داتا سيت بيبر واللي هي هلأ عم نشتغل عليها. النوع الأخير اللي حنشوفه من أنواع المنشورات اللي هو الكيس ستادي. على سبيل المثال هون عم يحكي عن موضوع السبلاي تشين للميديكال ويست، كيف نحن بنتعامل مع النفايات الطبية، وعم يدرسوا حالة معينة كيس ستادي بضمن مركز صحي معين. عم يدرسوا هنن هذا المركز كيف بيتعامل مع النفايات الطبية ضمن هذا المخطط، هنن عندهم تجربة ضمن المشفى تبعهم وعم بيشاركوها مع الناس التانية، مشان بعدين بيجي حدا بيجمع هاي الكيس ستاديز كلياتهم ضمن مقالة واحدة بيجي شخص بيجمع هاي المقالات الكيس ستاديز ريبورتس بيجمعهم بمقالة ريفيو بيبر للكيس ستاديز، وبيشوف هو شو خلاصات اللي ممكن انه يطلع منها، او شو خلاصات اللي ممكن انه هو يوصل له من خلال عمله. هاي هي اهم انواع البابليكيشنز اللي ممكن انه نتعامل معها، واللي هي نحن رح ناخذ بعض منها ضمن الشغل تبعنا. حكينا عن الكونفرنس بيبر. الكونفرنس بيبر غالبا بتكون مثل الاوريجينال ريسيرش، بس شو بتفرق عنها؟ بتفرق عنها انه هي بتكون القيمة العلمية تبعها اقل، قدرة القبول تبعها اعلى. في عنا يوم كامل رح نخصصه بس لنحكي عن المؤتمرات، سواء كبيبر وكحضور مؤتمرات وشو قسم كيف بيكون المؤتمر لآخره، هي التفاصيل كلياتها. طيب هلا جاهزين لحتى نبلش نقرأ بيبر؟ هلا كيف نحن نقرأ ورقة بحثية؟ قراءة الورقة البحثية ما بتصير بالترتيب نفسه اللي موجودة فيه، حتى كتابة الورقة البحثية ما بتصير مباشرة بالترتيب اللي بتكون فيه. هلا أول شيء قبل ما أقرأ ورقة بحثية، مثل ما شفنا هي محتواها طويل، فبدي أول شيء أتأكد هل هي الورقة البحثية هي الورقة البحثية اللي أنا بدي أقراها. هذا الشيء حتى نقدر نجاوب على هذا السؤال منين بدنا نبلش. هلا هو مثل ما شايفين هذا الكاريكاتير، يعني لا تخلي البيبر كتير سهل حتى الناس يقروها، انه ممكن يعرفوا كيف نحن لقينا النتائج. بعض الباحثين بيحبوا يموهوا بالنتائج اللي بيلاقوها، يعني بيخلوا الورقة معقدة اكتر من اللازم مشان يغطوا على بعض النقص بالابحاث اللي بتصير معه. هذا الشيء بيصير كتير بالاوراق البحثية، لاقي ورقة بحثية ما عم تنقرا كتير معقدة، فايتة بستين حين الكاتبة مو عارفة شو كاتبة. طيب كيف نحنا حنبلش نقرأ الورقة البحثية؟ هلأ نحنا بدنا نشوف بقى كيف نحنا ممكن نقرأ هي المقالة البحثية. أول شيء اللي بنقراها هو العنوان. بدنا نشوف من العنوان هل العنوان ممكن يكون بيهمني ولا ما بيهمني. على سبيل المثال مثل المقالة الريفيو اللي شفناها اللي إلها علاقة بتنظيف الغبار عن الألواح الشمسية مثلا، أنا باختصاصي ممكن من عنوان أقدر أنه هاي البيبر ما بتفيدني، أنا مجالي مختلف عن مجال الألواح الشمسية. فأول شيء من العنوان هل هي ممكن تفيدني ولا لا. بعدين بقرأ والابستراكت والكيوردز، الكلمات المفتاحية تبع البيبر والابستراكت تبع البيبر اللي شفناه عنه، مثل هي الحالة اللي هلا شفناها. هون عنا الابستراكت متواجد، الكيوردز
موجودين بمكان ما هون الكيوردز تبعتنا. فهي الكيوردز وعم نحكي عن بلوكتشين، البيتكوين، بير تو بير، ديجيتال سيجنتشر، كمبيوتر اركيتكتشر، جوفرمنت. عرفنا شو هي الكيوردز تبع هي المقاله، منا منقرر هل هي المقاله حتفيدني ولا ما حتفيدني. حسيت في عليها ضوء، بلش بقى بالمقاله، بعمل سكان سريع للصور الموجوده وللجداول الموجوده او اي طرق عرض بيانات موجوده ضمن البيبر اللي عم نقراها. لنفرض نحن عم نشتغل بهي البيبر، فحنشوف البي دي اف، بصفح البي دي اف اسهل. حنفتح على البي دي اف. فلما فتحنا البي دي اف نجي منشوف الصور اللي موجودة عنا، مثلا هالصورة، هاي الصورة، في عنا جدول. فهدول المعلومات هنا بيعطوني insights، هل أنا رح استفيد منها ولا لا، يعني بقدر أقدر منها أكثر. فهمت كيف البحث عم بيصير، شو المقارنات اللي عم بتصير، فهمت محتواها بشكل أكثر. بعد ما شفت الصور اللي موجودة بنتقل للconclusion، بقرأ الconclusion تبع البيبر وبقرأ كمان نهاية الintroduction. نفتح نرجع على البيبر. فبعد ما قرينا كل شيء حكينا عليه سابقا الابستراكت والقصص، بننتقل على الكونكلوجن. بقرا الكونكلوجن هون وبرجع كمان بقرا بالانترودكشن، ما بقراها كلها، بقرا اخرها اللي هي هي هون. بقى هو عم يحكي انه اخر باراجراف the survey focus on state of the art blockchain studies الى اخره، حكى عن تفاصيلها بشكل عام. هلا بعد ما انا جمعت هي المعلومات كلياتها هون، انا صار عندي فكره، هل انا جاهز اقرا البيبر ولا مالي جاهز اقرا البيبر. هي طريقه السكان بهذا الشكل، اللي هي اول شيء العنوان abstract keywords، صور وجداول، الconclusion، واخر الintroduction. هذا بيعطيني فكره هل هالبيبر حتفيدني ولا ما حتفيدني. اخذت قرار بدي اقرا هي البيبر، بقى بنتقل وببلش اقراها بتفاصيلها. هلا ليش عملنا هي الطريقه؟ انه عاده لما نشتغل بمجال البحث في عنا عدد كبير كتير من البيبرات اللي ممكن تكون مفيده او غير مفيده. اذا بدي اقعد اقرا بالتفصيل كل وحده فانا بضيع وقت كتير كبير. مشان هيك اول شيء بدي احدد هل هي الورقه مفيده لي ولا لا عن طريق هالطريقه. إذا أوكي بلش بقراها، بقرأ الانترودكشن بالتفصيل، الميثودولوجي، الريزولتس إلى آخره، بقراها تماماً بالتفصيل اللي هي مكتوبة فيه. لأنه الطريقة اللي مكتوبة فيه اللي هي طريقة الأور جلاس اللي شفناها، طريقة الساعة الرملية، هي بتساعدني أفهم شو هو تأثير هذا البحث. وقتها بقدر بلش أقراها بالترتيب، بس أول شيء بدي أقرر هل هي حتفيدني ولا ما حتفيدني. هلا بدنا نشوف بكتابة الورقة البحثية في عنا أدوات رح نستعملها، بس هدول الأدوات رح نشوفهم باللقاء الجاي إن شاء الله. رح نكتفي اليوم بهذا القدر، وإن شاء الله نراكم على خير في المرة.